السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا اصدقائي مرة اخرى وتحياتي لكم وقناة تعلم العود بطريقة سهلة مع زياد. واليوم اغنيتنا بحلم بيك انا بحلم بيك، رغبة لطلبات الاصدقاء المشتركين في القناة، واتمنى من عندكم ان تشتركون بالفيديوهات اللي موجودة في قناتي على الانستغرام وعلى الفيسبوك لكي نحصل أكثر عدد من الأصدقاء في مشتركين في القناة ولكي يتم التفاعل أكثر. وتحياتي لكم. الأغنية بحلم بيك راح تبدي طبعا رغبة أنه مشتركين كثير طلبوها من عندي، أنه رمي 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 صرفة فامي رمي تنعاد. إذن رمي صرفة مني رمي بحلم بيك، هاي بحلم بيك أنا بحلم بيك، هاي وحدة. بعدين صل طبعا واضحة، صل سي لا صل لا سي لا لا صل 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 فا. أعيدكم يا الآن راح أعيد لكم إياها مرة أخرى بالنوطة. رمي صرفة فامي مي رمي تنعاد رمي 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 صرفة فامي مي رمي. إذن عندكم أمامكم صل تنعاد صل سي لا صل سي لا صل فا فا لا صل فا لا صل فا مي ر. هذا القسم الأول، أما القسم الثاني تلاحظوه يصير عندك وهنا راح ننتقل إلى المقطع الثاني اللي يقول إذن ري دو ري دو ري. إذن ري إصبع ثاني سيلا صل سيلا
في المدينة. لا سي دو ري دو سي لا صال. وصير دو سي دو سي دو سي دو سي دو ري دو سي لا صال. فا مي فا صال فا مي ري. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.